قرآنك يعد الوضع يعني بيت قال بها ونو جابي سياسي بها بنانك أيوة قرشياش دقات رسولك عليه الصلاة والسلام وسمية وأنت ما كنا نكتبه هنا قد دبيت من شركة يا أبو حلا يا أبي تدبيت مثلا كذب كوارك يسوع ما يعرفون يا مركي وحوجا سمعتي أي وحصوا مرتي أي دبران كفمن الله علينا ووقانا عذاب السموم أي دبران كفمن شايف الموضوع عس كسابسن تربية يا ببارد أي هدي لها كل يقول بك المدود أي سكورة دولة إن شاء الله موضوع كنت محمد في العين وها إصلاح الأمة كانت إصلاح المجتمع الآن إصلاح المجتمع مرشدها إلى جنتين يو إصلاح انتين يو حتركين مركا سامو مطوال فريع بالوسبي ورلامة الوسبي مركا هنا اللامة يقصوا بيقى التين لانتاس وحوية سيابة المجتمع الإصلاحية وحكم ذا إن لهجة جيو بربارتا أم بكعان ضدك يريد الإصواص وضع تربية دو دي لهجة جيو وصفي عمو تربية دي تربية دو ولا لا يستوى دوته وعلم قارة ولا دكتور ولا دراسي وشامع ده الوقت وشهدو يمتلك هذه لكن إلى هاي كبيرة عرض المال يروج على مفاهيم سلاحه العرب إن شاء الله وحياة الثمانية من كان يدور إنه ولا تيار هنا إنه هذا يشير موضوع حق الشيء إنه موضوع الصل وين يقول لي ما يوقف الدنيا وين بيروح مقر موضوع كسب سن مجتمع حق الجنتيس أصل كيس يبيع شغل أبناء والنبي الله محمد عليه الصلاة والسلام يدعون ديسي يدو لقى قياس قادم أيوه أما دبلا ولا أما أيوه نبي عليه الصلاة والسلام حين كسوب حين وأوجيدين برشدو كسوب حين وأوجيدين وكرنا إنسان برشد أس حال كيد يوم رشة يكون رشة يوم فساد فساد يكون رشة ما هو في يوم يد والله طابن كرا حاكم إذا حاب وحيابين وأخلاق وحيابين يرموا أخلاقيات كم إذا أيوه في يوم لكن ما لها نرش أمهم سنة أي كبر على طيب كل ما طاب أو تصور كأي عقيدة ده يقف كونه يكاء مسيحي يحق الله صعده يقف ما شو قدم بين يوم يواجبات كسارة يعده وقدم بيسا وكه بدي سنة عدة هاي وما يسنين وكباب أسنائي لك حان يالله حان يقريو يعمل طب رب دغي والسكوة ديبا لعاب يجري برقى النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام تدكى سوي من حالة دي يجري مكساري وحان مصاري حالة كلام رسولك عليه الصلاة والسلام وحيا من وحجي سئلة ما يبدين وحسوحا الوجه إذا وحيا بطت قوان السمين كريم لم يبن تدكو حيابان السمين كريم وددك آلكو إصلاحين كريم أو كريم وحكو إصلاحين يا رسولك عليه الصلاة والسلام لم يبن أوه ليبي حب يفرسوا معقولا وإله سبحانه وتعالى وفجي وصول ليبي أول شيء قد تدك إن تاسي وناجين يسو وحالت دا إبو جنانا كسار يسو حالتك لا يبي يسو ويفربضان تهي وسائلك إيا قابك إيا حبك نقول لدوني ومضى إلا إصلاحية ولقو إصلاحية وحيابا لقو إصلاحية وحكم إذا أمدك إيا دادك سوى كوريه اللوم ونهجيه عيد كستانا تاوي القطايا ومباهنا إلا الشيخ أهمية دا إلا هذا حي وقت إلا البرباري وإلا ونهجيه ولا ليرت القد دار ولا سوى كرانه ومضى مستقبل كيدو وعدا ليرت إذا إيا أمد كيدو عين كيه تابع وتجاري مين تهلفتي لما كوصل وصعد على السيدي بار وطر بيدي ورسولك عليه الصلاة والسلام وطر بيدي ومصحابي ديسي ومركا الله وطلق علي إلي سياس ومبطو ما هو كده المجتمع دي أدونك انتهاري أدونك انتهاري ورد الله ما أنتو أي مجرور إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها سلأ بدونك تاقيها أولا قدم بالقاطو أو دتكو أي إيجان سليمي وحنا نقدر نبرتين كسرنا بعدين كيف يسوق يعني ما
حسو كرسي عكس تالف تير وي فرمضان هاي وصايل كلا استعماله يقعوا بسوق عليه الصلاة والسلام واستعماله لكن ما كلا صوفه لا ما قضى بالو صوفه فأنا بقول لي لما ذا قضى من المسلم ابنه وأي مسلم ذا لما ذا قضى بحي كليه من وحويا وقرآن ولا بقف يا عجائب يا رب الإلهي لا بقف أي الوصوك وبع وحلوصوك وبع القرآن يمد كل هذا الشيء دون ويدون القافة رسولك عليه الصلاة والسلام له يسول في القرآن أرادوا نفي عن بعض عن البدن تتكوت تجو حارد حبي كتيران كسارة رجال ما دادي أول دادي مسك دادي حكم دادي مبتدأ استعماله كسار رسولك عليه الصلاة والسلام لو ما أرنا وحلوصوك في بحب ديار سن يقرش حق إله سبحانه وتعالى حيبي قول لي لما كانت كان راعده أدبو أدراعده دادكنا يتعامل بولاك سنان يلو قرآنك قرآنك ورا لي مرقل زوكو دي جي كابر بي قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا وحي إله دي جنك وحاو مقال القرآن يا أبدا قرآن عجب أيام القرآن جنكو حكم دي هاي مخلوقاتك إلهي ويا أبدا هذا جنكو قشور حاسة ورانا سنة هدي لك أشرك الصورة ده اللي يقرب الكود يأود هود يوحي سيئان يفلات كود هدي لك أشرك وديامي يجي بقى سيامي وحيبها قرآن عجيبة تبدو هي بعد شبك وكل هي وحكم ده بالشيء وحي له دنيا هذه إلى رشد قرآن تذكر بقول المامي بس المامي رشد تذكر بين التوسنا ذا هو يهمنا ويقان جاره تذكر حق الله أو حق ترى أو حق الله إن النقطة أي قرآن تذكر بقول المامي إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى قرآن تذكر بقول المامي أو كهانون ليا للتي هي أقوى تبغو التوصنان تبغن وحكست دخانك دقار سياسة وحبر الشدى برشدى قوحك قويسك قبيلك قرنك أدونك وحب الله لي وحي لهي أبوري أوردن للتي هي أقوى بوت على قرآن كاس أدونك أوردن إنت إيمان دونتي إنت صومت ودوناتي أولاً يبدو وناتشيو بيانو أبودي كريم أبودي كريم أبودي كريم إنه نكوهي كريم وصلاحنا بيانو أبودي كريم بيوان أبودي كريم رسولك عليه الصلاة والسلام أصحاب رسولك رضوان الله عليه شيء كوبان دي رسولك استعمال إلي توصنا ذا وها قرآن قرآن كأيوها وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا إلى سبحانه وتعالى وقال قرآن فارقيني أي رسول الجميع أو ولا بكرة تنضم بي تفاريخ مر بين رسول الجيسو هذا نيك رسول الجيسو هذا نيك رسول الجيسو لتقرأه على الناس على الناس على مكسب سدد كترتيب ترتيب له بأخر لو رسول حال ده يسبدل هي يا نورات ضعفه يسبدل هي يقد كسوم رهي أي قرآن ولا شيء قادي برشارة بس يقصو وحقه وصل قبل عبي إلا دولة الكرسي رسولك أقول عليه الصلاة والسلام وحاو كان تأيد الدولة كل إبا بلا بي وقرآن حاطي ضد كينا قرآن كيبو أي قرس رسولك عليه الصلاة والسلام وحاو كان تأيد الدولة ودولة ها أدونك اللوغة هي بدا بديها لقوض عبسنا يا بقر استاب كل جيس سوافر إيه المسلمين هذا ضعي طلو قرمي بسوق قاعد وبقانا يا كرسي جيس يا أود يسير رسولك عليه الصلاة والسلام وقت بضم ما يهين حتى ربع قرن والخيانة سده حيلا باتصر سده حيلا باتصر رسولك عليه الصلاة والسلام وحي معنا وطها الدليل وطها ضد القرآن كعطي قاتان حتى تشبك يدري قوصوك أبناني ملك الدنيا نوح بطاني وحي قرصدان كتاب القرآن كعطي كل أمان كهو وقت بلير وضدك أيها ورد الله قادم لها أي وحد تشابل لها أو كرنعقو أو كسعو أو كعاكفة وحي كمار بيان القرآن وقت يروح قبل صدق هلا ما تصنع مركل لو يجي ومدل النصوص
أو قفلته في العمل أي دولة تجدها هو وقت آدي أو قوة آدي دولة ما حاب الإسمها دولة ما حاب الإسمها بقرانسة بقرانسة لا يقول إسمها رسولك عليه الصلاة والسلام وقت جاء ربه أقول أيها القرانسة وقرانكاس الله قلت لك ذاتك مني لا السعودان السعودان ذاتك إنه لا السعودان ذاتك هو كوريا قرانك ولا كوريا وضو السعودان ما أنت إنه لا السعودان بل هو نقصي أهرية قرومها إمان دولة إستينا وفكرهين أي قرانك وضو السعودان ولا ليا رسولك عليه الصلاة والسلام أصحابته وكبره مركي القرآن كان خسنا إياه إن القرآن كان صعودان النفط هو ذلك كم يسامين إستغي كالكين ويكقد إذن رسولك عليه الصلاة والسلام وحل الشيخ هبين هبين أبدا رسولك عليه الصلاة والسلام والصلاة والسلام القرآن هو أخذ آيات القرآن مركو مره آيات القرآن كان يتبقى كل استهكتي وقروا يا معموما آيات القرآن أيو لما هي تنو صواب الهوى قول لما هي أتناه صواب الأمر إن تعذبه فإنه عباد وإن تغفر له فإنك أنت العزيز الحكيم وهذا أسكري يقول عليه إنك حكي إنه وعد قرآن أسكعد ولا أسكعد ليه ولا لما هي ولا رضاف لكن رسولك عليه الصلاة والسلام يبغى قم الضي منهج كي رسولك عليه الصلاة والسلام أصحابه كتر بيدي إيه هوست وقصوا بلابي إيه يكون الجحيم يقول يستين قرآن كقاب الله لما عامله يعني ee looga dhansanayo in loo fahmayo ayaa kowka ah asxaabtu ka qaatay rag iska dhaaf Umar iyo Abu Bakar iyo Uthman rag waaweyn iska dhaaf boqolaal qof baa wax la soo wariyay waa asxaabta kamida sida rasuulka kaleey salaatu wasalaam uu istaagay ayda quraanka uu habeen dhan u celinayay ayaa nin kasto asxaabta kamida ama badankooda laga soo wariyay dumarka uu kaalay Asma bint Abi Bakr radiyallahu ta'ala anha ummu Abdullah Abdullah ibn Zubayr wiil ayaa inam waxa ka soo wariyay ayay u tahay oo inankeedu qalay wuxuu yiri maalin ba ayay asma ayaa quraan bay bilowday wattur sura wattur bay bilowday markii uu hoggaa socotay ayaa waxa soo martay ayada quraanka faman allah alayna wa waqana adab as-samum ayada quraanka ba soo martay tan wax fadhiyay buu weydo meesha uu soo socday dagaalka uu raacay safarka uu raacay ee majalista la imanayay ee la saaxiibka iska dhaqaalkooda dumarkii ku leh joogay ayaa waxa fahmeen quraanka macnaha uu leeyahay inay tahay in quraanka la socdaan oo la qaystaan way dhadhan salaad oo quraanku ciyaar ciyaar aanu ku dhaafin saciid ibn jubayr oo taabiciyay oo saxaab ardi gacab ah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu ayaa isagoo sidaas oo kale ayaa quraanka ku isteeqtay واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون ايضا قرانك وايضا قرانك ايضا رسولك عليه الصلاه والسلام وسوده كتاب صغار عشاء يوصينا رسولك عليه الصلاه والسلام ايضا اسمك سيدك سوده كتاب ما انت تمرض رسولك عليه الصلاه والسلام وهيدي ايضا قرانك ابوك علي يا سعيد الجبير ايضا قرانك وحن كدحم مؤمنين لانك لو مؤمن واضح waxa ka dhaxmooday dadka waxa lagu tarbiyeeyay quraanka inu quraanka akhriyaan waana akhriyoon ay quraanka dul istaagaan macnaheystaan inay dhadhan sadaan miisaanka hadalkii uu leeyahay inay fahmaan ashaabti marka quraanka oo ayad quraanka markay soo degeen la waxay ku socdaan maalmo waxba soo degeen macnihiisa bay la socdaan waana amal gelinayaan oo ay ka shaqeynayaan saxda u sheegi doono wixii soo digay waa amal baa loo bedelay hadal iska akhri kara dhaaf ee ma waa fadhi ma xaqda subhanahu wa ta'ala fiin waa dambaal waa dambaal leeyahay istanbaal oo noolaada istanbaal oo fikra istanbaal oo xadiidaya istanbaal oo maamula istanbaal oo garacsada sidan baa leeyahay quraanka wax kale ma ahay waa intaas waa sidii ay u noolaan lahayd marka saxaabtu waxa u dhigtay u dhigtaagayaan quraanka soo digi doona waxa soo digtay
آيات كانوا نقل لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله وهي أضعص أصحابه بفهم يا قرآن كم عن يسوي لا صلاة ولا سوية ولا نورية آيات قرآن حتى ما مايا نيد وحق قبطان حمانا إيا وحا سميسان إيا الله كحبنيه نسحبنيه نوع سميسان بها ولا دقو حسابنا أصحابه بيها آيات قرآن كهذا رسولك عليه الصلاة والسلام محدرين يسأل سيدة أصحابك يا قرآن كبولا نوليهين أنا يسكن لكي سيدة هنا أو الله أيضا عجيب بسوتك أنا يسكن لها أرى الرسول آيات قرآن كبيرك أخي قال له عد معنا ما عد معاني ما اسكع عجيب ما بلا وقف عربي وهم هيرس الرئيس يفتهم ما ومعنى أيام وقت أورا وقف كنلوش يسوه وطلق لأي المسامي أيه سدنا بها آخرنا وكذا فكر آيات القرآن قد بقاء ذكر والعسكين وحا إما سوح بين مصور رحب وحوم إبتاء الشيطان كسكنا عن تاسي صورتا إما سوح بين مصور رحب خواطر إبليسية الشيطانية تاك مصور رحب قلنا كورها دل مقري أصحاب رسولك عليه الصلاة والسلام ويمهدي دي بنت الجلبه يمستاقين أصحاب آيات القرآن كان معنى هو دقوات كهذا إنتي جلبك واستهاجي برسولك عليه الصلاة والسلام يقول هذه يا رسول الله كلفنا من الأمر ما لا نطيق ما أنت وحنا نصارى وحنا نؤذي كريم وحنا نؤذي كريم وأنا نكبح كريم وأنا كعقاب مضانا يوم بين نصارى وقرأت سودي قمت المامي وأنا حي حضيح مانك وصورنا على ولا كعقابي ولا بقري هذا صورنا على رسولك عليه الصلاة والسلام سعبت وحي لي صلاة يا صونك يا جهادك يا الصداقة وانا دوك اللي فيه وواجبات نصارى وانا قبنك الرعا وانا مصمين لكن تهي وحالتك رسولك عليه الصلاة والسلام آيات وعرض حكولي أتريدون أن تقولوا ما قال أهل الكتابين سمعنا وعصينا واحد دوني سألي يقول ديك الإسلام مرك آياتك أي كسود ديك يا واجبات حق لك هي من الكسود دجان مو وحي ولا إنشاء لو كلام كان مثل هذا مو محيا قرآن كاس يا واجبات كاس يا حق لك هي كي بوام ما قال لي لكن ما نام هذا متزاد ولا زاد رسولك عليه الصلاة والسلام قال بربور وسمعنا وأطعنا إلهي بسوت شيء إلهي بس لحد إنه يقنا ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير إلهي وأرها إن أبوري وحي قادك لي وحي قادك لي ويقانا ابن آدم كان ناقو وحي قادك ابن آدم قوالي انت إنو سمعي إيه يدا إنو سمعي إيه حرك إنو سمعي أي حارك يرغو قارع يفهن يرغو قوان أو قارع حرك سمعي غسي ماذا حيث سكشا إلا أن رشبه سعونا سعي إلا أن دروفت بيس بدل إزاي إلا أن دفت بدل تشرع ماهي لكن حرك اسم بدل قرآن كان اسم بدل لأنه واحد سودج يهدر كيس يقوي هاي ألا مخلوقات كيس يقانا وح أنفع يوح وحترنا يقانا إلا أنتم كذا معنا سيدا ما أنتم كنا معايا هاي إيه ما كان أخذ دوا ما دخلت عن تسارع صديا بيسو معنا يا شو تلمامي واقعية أيوم وهم طونا إلا أنتم كذا معنا ما أنت حالة بتاعين حالة تاعين تذكر قرآن كيف آخرين سبحان الله واحد من الحالات ما أنت تعلني قرآن إنه قرآن ما أنت سوتي بدنك ماشي وحكنا عيا أطراف تقول راح تقال قول هاي تدخل سيقول تفاعلين سيقول فرق لين تدخل سيقول قيم سمين لو قيد سوريا يا ميرا كربيرا يا والله سورة الأحزاب أي واحد من ديني ما أنت سوتي كتير ما أنت اللي سوتي بدنك دتك كور ربيا يسوي كل شيء كينا يا يمواقف تلقاضنا يا يس دتك نور كل شيء واحد مدة ما أنت قرآن كاسين سوتي ما أنت كنيا ما هي ويسعون يسعون ما أنت اللي بقول عليه سلامة وسلام وغيري ودي أول التاي تحاذي به سبحان الله يعني لما قياس كنا هاي ما أنت رسولك عليه سلامة وسلام وقلت دوا مصيبة دي هو هنا لك نعدي أدوك على مر التاريخ على مر التاريخ أنت أدوك نورا لعددي مصيبة وقوة وحي هي كيرد النبي عليه الصلاة والسلام
يا رجع حاضريك ورا رجع شرب سوق الجوي ودفني الله لي والله لي يسواش ويديني وجوابي أي أسوع عملي ولا لو سوق فيني ورد تاي ولا عصي برضه كاسي هذا اللي قال يعطون عمر ما ضيع تاع من كل رسول مودي من الله يا مرها حالة لو كشري حالة لو كوري دونه أيوك لا كرنا يا عمر بوك لا حظ توصل عفا عمر وعك هذا يبغى كنوه يا علي بن أبي طالب نا وتهنا كل واحد يا قربه بس بعد لا ودي نقول ببختي وتهنا كل واحد بس ما نعرف أن هذا هو بس بعد ولا كلمة وحبار نعي وحبار لما يدي عثمان وحبار نعي شو وهذا كلام يعني مصيبة وانت اللي كيد دي ما تتحسف لنا ما يلا دسمه ما لم تعسني كيد كم نقطة وحنا نقطة أبو بكر أبو بكر ملك اللي بقولتلي حالة ده أبو كهدي أبو بكر يا ربطت كيد وكدوي واحد عن وحيه أو في هنسيو ما أرن أبي رسول وبشر دي واقي أشي واقي عقلية يفكر يهبل بس عمرين قرآن كم رسول كل عطية أبو بكر رضي الله تعالى عنه قرآن كم عيد قرآن كسور مفتن تذكيبه مغشي سبحان الله تذكي قف كستعيد قرآن كأنت الأخري أيها وحبكو قنع رسولك عليه الصلاة والسلام يزول بنتي ويسترجع سليم كل يسيك خلاص الله ما يقول هذا من شيخ أبو بكر رضي الله إسلامك ورسولك عليه الصلاة والسلام المثلية تذكي وحن مسلمي وحكرم ما هي تذكر حلوك لي أوكياله مرايد مرايد على سبحان الله حركة القرآن كله أوكيال القرآن أي تذكر حلوك لي يعني قف وحيد على حلوك لي القرآن مش تشوف حلوك لي القرآن موقف قادر حلوك لي القرآن حالة دي الشخص جا مركب وكشة كين يا مو كفك يا مو قام قادر حلوك لي القرآن مش الإسلام يعني كلام ما هي أوكياله مسلم لا أوكياله كلام يمسنا مرايات كلمة سيدنا تيني هاي ويتين وحكوية بنابع شعاع يتشيح تشيح يمدو يرفض الوقع المقرية سنة الله شعاد كانسة أصحاب تحكم من عند أي دوران كان رسولك عليه الصلاة والسلام ومعني سيدا يالو سمعنا وطعنا لها أصحاب تبوح القطر بيدين هي إنو قرآن وحكا استكوهره لقد تشير إلا القطر بيدين أو مسلنا أو محتر له جيل كاسي وين هو تربية ذي القرآن قرآن وين هذا واحد استا وين بعده واحد استا دكان كيس وين ويان قاعد وين مساري حي ما نت آم أخرين قفل وين البهار والله ما يقول البهار ما نت آم قرآن أخرين وين بقى تيني وحوي القرآن ووحوي الكاسي وين البهار لكن في القرآن كات هذا والله ما كان حاله القرآن كبار استا القرآن كاس بارك حالة عضنا انت قرآن كانت تشوفتو إلا يقوم بحالة عضنا وقتها انت قرآن كانت تسكت دوين يسو إلا بتاعتو حيث صدا خلصان يسو طمأنينة لأي حس اللوني دا إيا السكينة دا قريب يسو يستاد حالة عضنا وفهم يسو وتدو كيساو لبعت كانت قول عمل يسو لبعت اللي باتدك ويرد مجرتو ينغفو نفتي سوايو أو بسكرم بايو أو ميل قبتي سورتك أو كرم وايو لبعتك ويرد مجرتو ودسكوري قسل إسلام أصحاب رضوان الله عليهم قرآن كبحي كدك معيار معيار بابه وميزان مكة وحنعاء وحنعاء هل كيبو عين كقلو عين هل كيبو أكسيه قرآن قال الله عليه عمر رضي الله تعالى عنه أيام بابه ورمال الله كمدى إبراهيم التيم اللي لحظه وحنوحر كعمر وكرهم يالفرنية وإصلاح الله عمر عاد الله إنه إصلاح له إنه إصلاح سعبيه إنه شاكيسته إنه سعان عمته والبهد القوكر وقاضي وكدر العمر ونرق وقبائه ودي وحلمان المال ما هكذا عارك يسبوا إصلاح الله يوم مير فرنية وليه كيف تختلف هذه الأم ونبيها واحد وقبلتها واحد ولكن روح تماميا وقرآنها واحد وربها واحد ومدن استبيه سخلها في الفتح مشكلة ومدن كلها على ما عمر كعبنا يا حلقاس اختلاف في افتراق كعبنا حتى مركز الأيام ما انتحار مسؤولي عن جنة وجلال
خلي خربا وحلي اختلاف عمر وكعودة ماشي بقول لي عمر قرآن وآخري قرآن بروح كشري كي من هذا تكون اختلاف يا وحو فهمي اختلاف إنه بعدون وحو يا بي عمر ورمض القرآن يا هستا وهل رب لي وهل رسول لي وهل قبل أنا يا اختلاف يا ويا بي عمر دي بنت عبد الله بن عباس بيقول له عبد الله تكون هاي اختلاف يا تكون هاي اختلاف يا انت بوجدي عبد الله بن عباس بيقول يا أمير المؤمنين عبد الله بن عباس فيري سؤال 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 بعد تحليل صومة سيدي بدت بس خلاف كران يدو انت اسبع كبير زيه ما حد سيدي بي اسمع خلاف كران واحد قال له هاد مركبة إن التحليلات كلك شو فلسفية تطلع على بدو كل دوية هاي مجتمعات وين الساحرين وقت وين مستعص مصيبة رانية وحبيت قل له هاد كلام عبد الله بن عباس ملك والله ما يعني عبد الله بن عباس هو هذا القرآن حولي يا أمير المؤمنين إنا منزل علينا القرآن فقرأنا قرآن كأيات نفل نبسو دجيو نبسو قرن تبات القرآن كبير أخرنا وعملنا فيما وعلمنا فيما منزل وحي لين نبسو دجيو قرآن كيسو دجينا وين برنا وين فهنا وأنا سيكون بعدنا أقوام يقرؤون القرآن ولا يقرؤون فيما منزل تطبع إلى قد نبين دورا قرآن كبير لكن القرآن وحب شيء وحبان كعبون لا يدرون فيما أنزل وحل بسود الجي وحبان كبيرين هين بد بدو بضري الله بي يقان وذات مرة أخرى هدان قبل أخرى ما أنت أن أقول له قيه وسيدين بجويد كانوا أخرى إيه هدان آيات القرآن أخرى مو معنى يضد بضن 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 وإسو ميت نيشي خبا حولي كبار بايت واحد الجيب بيوجده سنو في أرض الدين جن كفر عبد الله شهد هني على شهادة نواح مقاس ويا كون سنتي أنا يا أبو كبير وجن وجن والله ما ضر ربع مشاهدين مقاس مقاس وما حد قاعد هنا سن أنا كل شيء قاعد القرآن واخر قرآن بيجوا أخر ما نعيا ولا حد مستعجل سور هاي يقولوا القيبين كمان القرآن القرآن ده كمان دقيقة وحو قرد قيبين يدو فهنسيني يا واحد جني أنا بوجريني أي واحد أسمع حسن كتب القتل والقتال علينا وعلى المالية تجر الديون وبيت قبل يموت تجويد مصاع كمان يبقى أوه مركب على الكورة رفع طائرة رفع طائرة قاعدة جمع كشرة وران كبار وآخر ناسك على القرآن وقرآن هذا يذكر فنائي وليبا هو أكبر عربي سومالين ما هو عربي والناس عبد الله بن عباس بن الخلاف الحكيم دتك هنا كلاتكان وافتراء كل عام ودتك او اسكو رسولا او اسكو دينا او اسكو نبيا او اسكو قبلا ان اذا اسقادك الروايه وحي كتب القران كان في حسنين ما كانت هذه ما انت القران كان في حسنين سلاسه ودين بقى قبائل قبائل الكفرين ونحن يقطعوا الى رحتا وحدود الى رحتا وسياسات كيلو خلاف سيه أو الله بكر استاع عروش بحسوايا وين تسوق لي هذه القرآن كلام فهم سنها قبيل فوين فهم لها سياسة اللي وين فهم لها علاقات ضد وين اللي هي اللي وين فهم لها حقوق اللي سمين وين فهم لها عندما تسمين الله ينين سمين الله عنين سمين الله على دين هذا هو معناه من كوضع عمر رضي الله تعالى عنه لما طلق ودرامي أصحاب حتى صغار صحابة صحابة قالوا عبد الله بن عباس وأصحاب كوي يرى وحي فهن سيه المشكلات إنها يستاء وحك استوقف كل عين القرآن قول الله أكبر مركاتكم أصحابك وحل أبو تربية ديهي وشلك الكوبة بقيمة بطناء وحل أبو تربية ديهي القرآن القرآن كيني دكتان إني فهمان نلوش وضي إني كبسة إني الله نولا ذاك فرق نور نهاية إنك يسكد عفوا تنا نتاور سناف تضح كلا قرنا يا ولد ما يسناف أسمعي لك الورنجلي لغوي بالها أيام ما رحمة الله كم إذا سوينا في البادية هي أكثر بيا أي قرآن خليل وصارق وصارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم وخير نكر في البادية قرآن بيقرأ
ayaa dadkoo dhan wada saamayso xuquuqda qur-aanka ayuu fahansan yahay wuxuu ui qur-aanka akhriday baaradkii aadan ka akhriday wuxuu ui qur-aanka kala akhriday hadalkii ilaahay baha ku laabo wuxuu ui dubbaa noqdo qur-aanka baan akhriyay والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم ما قال ربي والله غفور رحيم ذكر الباديه آيات أنت يا ظهور هي أنت يا الدب هي سوق مويدي وحلاها ضيا كعم على شريا هذا نقول إن الله غفور رحيم ويسوق مويدي وحيد أصبت بقول هذا كلام الله إن كان لا الله عزيز الحكيم والله عزيز الحكيم ما قالت لي حتى سيدي القرآن كي قال شنو القرآن ما يتقال ما أخذ رسول ما أخذ وهذا ما حط قلت وعليا هذا عز فحكم فقطع عز فحكم فقطع إلهي عزيز ونقدي غالبا عندنا أنك مقل يفعل ما يشاء وحد ورس ما يهي إلهي هو عزيز غالب لا يغلب ولا يقهر ولا ملاك كان وحدونا بحكمي دبيت وحكمي فقطع ولو غفر ولو غفر ورحم لما قطع حدي غفور رحيم يا هان حي ودمنا في نحن يسميش اي تاو ما شي قعد وهان اسمنا هي والسارق والسارقه فقطعوا ايديهما ان الله غفور رحيم سبحانه وتعالى وحفافتي فافتي ومال كست كدعي وان روح دي سي معني سي يا مال كست كدعي مال كست كدعي قدم الكوبان ما قدر ما دبر مسوق عمله قدم الكوبان دوا كاس وبحوية تشيل كي حرة أصحاب رضوان الله عليهم وحنا متربيين قرانك قرانك وقرانك بس يعني وحنا بدل نسمع عليه قفك يا قرانك على سبحانه قفك يا قرانك على سبحانه قدم كل هذا بحوية تربية بالقدوة وعم نلعب كيف سماه القرآن والقدوة قرآنك يعد القدوة قدوة رسولك عليه الصلاة والسلام من أصحاب الجو وأصحاب رسولك عليه الصلاة والسلام رسولك قرآن بعض ما عائشة رضي الله تعالى عنها وتنبي عليه الصلاة والسلام لو وديها عائشة روح نصوك وابتاع رسولك صلوات الله عليه وسلم واحد لو قرآنك بيد قول ميك بيقول لي هذا ألا تقرأ القرآن وقرآن ماذا نخلي؟ تمي وان خلي أقول إذا دم هذا يقول الدين إذا كان خلوق القرآن رسولك واحد كلام ما هي نقل كيس قرآن كأي واحد وقرآن كي كتابة هي قرآن كي أوقف هاي سو صورته قرآن كي مصوم تربية الكوبال الدك ابن آدم كاي مش إلى هم مطلق عليه يروش قيمه ذي بقاعد كلام والله هو قرآن كي قرآن أنا حين تجس تجس يرفع يسكرى يدب يتحان يمرحنون يورور يولبهار يعبسي هذا هو حيستا يتفقى هذا هو هنتي حيستا أيات بقني ستفقر كبقني سايق على شيء وحكم مع صناعة هذا هو نقل ير حيستا أيات بقني سايق كراش كل وجوده مروش لي بقى كبير حكمنا بقني سايق رفع يتحان حكمنا بقني سايق سورك عليه الصلاة والسلام waxa loo soo diray dadka inuu tusaqaa quraanka loogu caanfuro qofka murabbiga murabbiga wa macallinka 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 iyo waalidka iyo hoggaamiyaha saddexdaa qolo xilwi ba saaran saddexdaa qolo ayaa qudwo laga dhigaa had iyo jeer nin ama sheekh ama caalim ama macallin ama murabbi ninkaasi waa inuu ka duwanyahay dadka kale waalidka ubadkiisa marka loo eego qudwo uu yeesaasi weeyeen kor ayuu bidhaamanaya waxaa laaday wax u sameeya oo wax cajiib ah oo wax fiican haddii aad sigaarka cabayso oo qaadka aad cunayso inankaaga weligaaba u deynid wuxuu yaqaanaa marxalad la yaab leh oo cajiiba waa baha aabihii gaadhay oo isna uu higsanayo uu marin maalmaha ka mid isna uu gaadhi doono markaad weynaataad nin noqotaad qaydi doontaa buu leeyahay مركز ويناتو وعندنا قطعة أعطاها كلا نقطة واس شقي صوته يتسجل كعب دونتا ووحد قف يمنا ذم كم حط وعبورا المهيل والدك إنه لو ويناد وحلا لي قصمين يعني معلك يا والد يهو جاميه أما بقى هو هنا هاي صوت أما جماعة هاي صوت أما الدولة هاي صوت أما قبيل هاي صوت
قفك هجاميها عنده هجامية وإن كد ولادة فعاشس وإن كد ولادة ابن آدم كان إلهي سبحانه وتعالى وحي أبوك أبرا وحكم إذا إنه قفك ابن آدم لها يقول هاي إنه عدك ضيره أنا كل يسكر نوراني دروس تقولي سيادة وحي قاتين وحي قاتين شمه قدوة روها يعني ملكي لبدي ولا لها استلين المن آدم سوى ولا لك حبار صم ولا رفع وسيارة على سوى ذكر وحي أو قدر برمي وأنا قلت لك كروها سوى لها ذكر وحي فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه إلى هاي وحو صادري محالا إلى هذا تكن يا الله صادر سلوة الصوت سوى حلوة أرسو الله ما هذا وحكى لكم سمية تكين ركي موكلا جاحي ميدي وستيبو كواس خلاص وكده إذا يسوى وحي تمام يسا كالنتا قدود بأيك جرت ابن آدم ابن آدم قدود وعبنا صوماليا وقف عنده وكده يلا عنده وكده يلا وده بسعر وكده يلا شضر يقف وحو ونأسل عدك كأيكتو أو الراعة كانت آدم هيك كتير تام وهي لصق بلا من تلوشيس إدبا لصق بلا وحرر الله تلوي الهامي ويا لون الله أساسا الرسمية وكاكلية أم بدي لك نجي مية حين حبلا بلا تشوقي سلا الشاقة وتاريخ أبو كلا دي مرضي تلي بسوق عنا البداية والنهاية تاريخ الضبري بنت القرآن هو تاريخ تلتيا وحبدنا لك حين وبدن كدنا ألوه بنا لكن حقيقة واحد تاينا لأنه كنجي أحين إني عدت للمرضي دي عدة كلام إليه كل هامل لها إليه قرطان الأول حيات بأن قفك إنه يستنبه ما إنه أصنع لكن إلا إلا تصف قفك إبن آدم كاهل إنه بها يعلم بنا صدق أي أوحى الوسمي يتوكيه إنه أصف قد يدي من قفك أولا ليال إبن آدم كمان ما أرمه إنه نبضه وإنه بضويه وشه مالك إنه كهضي نبضه اللي يرمه وشان يلا بات انشري وحيك أوسعي 25 iyo wixii ka sii hooseeya kama marmaan ma fahamtaan ay bidaan ma macalaha bawaadhaha ambaan sheekhaha ambaan mid ka qof ay eegtaan oo ay ku daydaan oo amaashiisa iyo dhaqankiisa uu kala socdo kama marmaan kama marmaan saas ay wada culimadu waxay dhahdeen qofka murabiga ah sifad loo laga baahay sifad loo laga baahay waxa ka mid ah ku waa inuu wax kasta ka fiican yahay cidda يعني واقصد ما أقول بها أي ولد شيء ده واحد كستوري بقى في عيال هذا ما علم هاي أردنا الواحد ده يسوي هذا واحد كستك في عاد أخلاقنا يلقنك أقوانك تصرفاتك مواقفتك نوع يد هذا معامل يسوي إني كد وانت هاي واحد كست ما تكفي عاد لكن أردنا ده معني معلم ونعكس نوع لكن تبعات من تبعات ما معلم ليها كور أردي واحد بني مع الهبلوة معلم ونعكس لكن أي ودي بعد هاي أردت قاعد استمع على مانتا معيب وقاقوني يا دكتور معيب ويقان أدو حتى وطبيعة حماده وحس كعادي ده ترى ليا على وش كل هي سوكي معنا كنت بعد حماده لقنا ده غفر وسميني يا ولد سنين أبو والدك أم با معلك أم بهو جابي أي سميني يا سامين مباشر بيقول هذا غفر لا بقى الواقع بيقول هذا ورد أسوامت كبدا حبويا وإن غفك مربك ee wax tarbiyadeenaya ee waalidka ay hoggaamiyeen macallinka ah cid hoos joogto wax kasta ka fiican nabiyuulay muhammad kaleey salaatu wasalaam salaatu hoos joogay sahabi kaliya oo dhaliilay muujiyo wax kasta waxa sheegay rasuul kaleey salaatu wasalaam asoo bilaabay wax filaya imaam al-qaraafi kitab isaa furuq wuxuu kala saaray rasuul kaleey salaatu wasalaam shakhsiyadiisu iyo shakhsiyad kaliya ma rasuul qurama ma rasuul ba هذا هو محي هذا هو معلم هذا هو هكامي هذا هو والد هذا هو الزوج سوى مركا صدح بفصوك وابو مرحو الرسول هو المفتي المبلغ للمفتية وددك فتواري سؤال ويديني وشوابي وددك الدين تكارسيني ومرحلة رسولك عليه الصلاة والسلام أنا له وكالي رسولك فاطم مرحو رسولك عليه الصلاة والسلام هو نبضى إمام المسلمين ومصر سياسيا وهو جابيه كنت ومدحوينه وخليفه مرنا هو القاضي الحاكم مرنا هو كرسوره ولا سليمان اياه قلت بعد عيك كان هل حرو ك
كان يكن كان بعد قرنة كان خوليس كان هلا بقى ربع قر صورة سووا كسوق أبي صدق راس لكن العلماء ذي كلهم كده ما تجاروا ابن عاشور أو كله صدق حتى من بوجرس يوم حسن سيد تمام مري سليمان الأشقر شيخ العلماء سيد قال الرسول رسول عليه الصلاة والسلام كلمة عن رشد ابن آدم بعد كف كران أوح قوم رسول كل ما هو عليه الصلاة والسلام وهو نبي وكفى بها شرفا نبي نبي ماذا كان سيدي ينبغي نبي المنع من كرنا لهم كسر دعنا المكان رسول كل بها وحن شيقنا وحيابها من مكرنا ينبغي رسول كل عليه الصلاة والسلام صاحب صاحب بها صاحب كالفران وصاحب ذي لنور وصاحب ذي يتعليه وأي تبان وباهده ذو قاله ووحكو بيري أيها رسول عليه الصلاة والسلام يا أبو بكر يا أحكي عبد الله بن عباس هاي بضبا وحن مغرب وحي من رسولك يا أبو بكر يا عمر وحب حي رسولك يا أبو بكر يا عمر صاحب محلو بحي لبدو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد يا صاحب رسولك اللو بحي يا أبو بكر يا عمر صاحب وها صاحب لما ذكى لتين وبحي معلم وها معلم لما ذكى لتين وبحي معلم كستا حدوه بعض السيدي بابو بفي عنا وحلو عليها بير كريتي قمائي وحبو أخرنا إياه رسولك عليه الصلاة والسلام قاب كيف مدد وحبوني بجري مطلقات بها مفصاحة بدقنا شيئا ما أساليب كرا لو كاذب بها مكان بها وحيابها قاب لك وحلو لك ما ترى لك تقول إيا قارن ولي لكاري صدقني قارن ولي لكاري وما لك استلقى فهم التصرفات كرا رسولك عليه الصلاة والسلام ومعلم كوكوليستي وهو قامي كوكوليستي وهو قائد حرب وقامي دقال بها وهو قامي سياسي بها بنان كايو لك قرشياش دقال رسولك عليه الصلاة والسلام وسمي وايد تماطن عليك تومو يروح تحلق على سوق كده وانا حلق مانت سيدا صنوات زوج بوها سي أبوها دين الرجال بله أيوها وحاصله وأبد له أبوها أبا أبي أشد لك وانا أكسبوها نين شيخ عبد الوهاب الضريري أيوه ليه رسولك عليه الصلاة والسلام كان أخريه دور أبا كان كالمية سكمل واحد موديسة إنه كان تاس وكلية كونة متخصصية يعني قف إنه أبونا أكسر نمضه وغير كيسة غير قرنا ما هو سقاب دمرا كينا الدوخة إنا كينا هور ناقب يوريري وعفا كلي سقاب رسولك عليه الصلاة والسلام أيها هيا مركا سابت كستا محبة دينا يكلقع لك هنا يلا النورا شيء هنا يحق إنه يسكى إلى لبنا قيد هلا وبدكيس استاس وكلا مقالد عجيب كلا أنا قهر ما حكم ذا رسولك عليه الصلاة والسلام سوى سحابة صلاة فرديا ريال قاوحة صوبة هذه الانتيسي مرة ما قشن كي إما كانوا ما قشن كي ليه مرة ما قشن كي شكل دورا هل بتاعه لنا وقت المشي من كده تيون وش كذا معنو من بين هذا فهذا ما بتاعك صوبة هذا رسولك عليه الصلاة والسلام بيسمى ويستاجي الانتيسات وين انتيس ويستاجي بتو كورتي مسوي الانتيس وصوته رسولك عليه الصلاة والسلام كورتي تبى تمر بقاري وبكذا ما تقول بكذا تبى تقعد وصلاة وسود هذه هل جرى صلى الله عليه الصلاة والسلام فردي أي فردي خلنا نقول فردي من عندما ما يقول زنح زما يا سمين هاي الناس يعني شخصية النوع أو فكرة إذا مر كل شيء أوبط أي رسول عليه الصلاة والسلام مر كل شيء كين يحس كيس عن كل ما عندنا شيء هي معاملات خاصة كشف كين يسوع عائشة رضي الله تعالى عنها هي هو كذا كشف كين يا ما تتصور وحلو رأي سال تنبو فينا إنك وحلو يا رب فقط بيركون أكثر هذا بيركون تمني رفوا لقاره بحياة لقاره كصوب بحياة عجيب ومقنية غير كبار ضيع ويا شيخ خير الله سيئة شعرها يبرك إنك منا أيام اللي بتوهن كم على إبان قيسا كذي أزدي أنا مصاب ولا بمرق معرك لكن ما كان مزدي فوق الشيء كذي ليش يا خوار هذا مسلمين كذي سهل كنت يسوي وناك وقتشي دي يود كيف علم قيل برتان يقول ما يقول بوريه ولا أحد الشيء خا أيها كبار بو مهرس أي يقول سلي كبار دي بولا كل كلام يدو شر العصر كي قياس تبي لها يقول شر هذا له قتشيو أيام يقول هبلاه يوم علم ما ضارني لا بكرة دارا وقد هذا أنا مسيح إيه لا تسكتوا ما كسوا يا بيت شيخ أبو حيمان ما نقول مدينة شوكة أيوه تجي ويسكار فلسطة تضبي يتولش تضبي يتولص النهض أيوه هالكفرني
وعلمك بلاني وشرب كلاط ما حد فهمت دي بتدك بحج بيك مش تلكي سبيك أي مادينو حج بالوي من سوى تلكي ولا أنقر عبون شو قبر أمور بيلا شو قبر إنا بيلاش شو قبر إنا كي وحمي برتا شو نشوف عالمون اللي بوتوا بيتوا من شرب إنا كي بعد صور عدة في حج برا بهي بدوري يا يو به وحر شرب برتي لا بتيع علمك اللي قالها أيام بعد 17 سنة أيوة أبي ويمي من دينا إيمان مالك أبي مركي وإنا كبسول لبادي وإنا كبراوة إلا إنا واكا أي مودة يبسول لبادي وإنا كيبو وصلا تبت ووي يعني شو دي ابن آدم وطو والد هو يقال نوبة كيسة وكوي شيخ هو كاك لنا على طلب العلم لنقف قف وحبط الله لكن هو كاك طلب العلم مروح حق كبرنا هي قوة كنوبة حق رسولك عليه الصلاة والسلام بدو الله مجري أو يسوى ذلك وحبرية أو سياسية أو حاكمية أو يحي صاحب أو يحي زوج أو يحي معلم فأعطي كل ذي حق حقه إنا قد نبيت من شركة يا أبا حالي يا أبيت نبيت مثلا كدب كوارك يسوى ما يرفعني وعلم برانية ما هذا العلم يا أخي علم يا سامح أنا الأخصائي سيمين عن علم حتى ما كان كيرو قصدا سيمين عن علم لكن هذا حق علم على جوح على جيها إن يدل على عناصر لك قد يدل منهم سنة مسلك وكبيري ولا يروح ويان مركا الصوك لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لا سبحانه وتعالى وحده الطاعة كل ضيع الإنسان مدحي أنا كرب هذا ميل فك كل ضيع ورسولك عليه الصلاة والسلام وحال الله ضدك إلا قصفه وحيا ما أنا كنت وخين إيه هو سقفك قفبا ابن آدم قوي سبحانه يا رسولك عليه الصلاة والسلام قصفك يا إياه هبقوا حرنا هذا مركوا اللي أحدنا أولا اللي أحنا إياه مركوا توسنا دنا أولا توسنا إياه قفبا سبحانه اللي بيلي السلام كله ويمي ضدك إن ضدك لغحوري ضدك إنا نسان دوسن ضدك إنا نسان دوسن أو قفوا قفوا وكحروا أما الشيخ ها هذا أما حاكم ها هذا أما قال عسلها انتهى استهى هذا قف وين حريه أفكار تيسة قبيل كيسة وحو أمسيه وحو تاجيري وحو ديني قف وين حريه وحل وحك ضيع تموان قل دمه سوق عليه الصلاة والسلام هذه الشيخ عن لا يحي بما علم عن لا يحي وما عليك أسمير سوق أرسيه وما عليك أسقول له وين كل له آيات عجيبة وحكم له نبي الله إبراهيم عليه السلام لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده نبي الله إبراهيم ملك نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام قيما والنبي قبوب بغل إلا ينامهن رعن القدير نبي الله إبراهيم وحليل وإساق يقوم كيسي ربي إساق أصحاب تيسوه من سيد قوان كيف في عناية كبعتين قارضة إنا كودة يتم بيدي ونكسن كودة يشوون أكسن أيال بيدي وجدها لكن حالي إلا قول إبراهيم نبي الله إبراهيم هل قلت مسمي إنا انقرت كراعي وآي الشيخ يا عالم كي كان شعرها انقرت كيس كان كل يحدى عيب أنا عيب ما سيانا عيب ما نبي الله إبراهيم عليه السلام أيام أبيه الله هدلي ووعدي وواني وكعل علي وديدي أيام أبيه السلام عليك أستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا أب إله بد مدافك ودين دونا سوى ما الدين أبيه ولواقع أبيه ولواقع ودين تمسوكري استغفار قف كافري استغفار حق مرح نبي الله ربي أصبر كيف داس إنك سوى ما يعد الله سبحانه وتعالى وليه وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه حضنا الإله سبحانه وتعالى سعة كل شيء نبي الله إبراهيم عند استهاء قيمة استهاء يوش تا سئل عليه قدير قف قدو قدو قويه أو كسوبر باري وحبو صور دقي ويلا كوسو فري ودون كو كرباري وعلم كو كرباري ومنهج كو كوسو حي معنى هذا ما هذا قولي قدو تاقنو قدو
مركو ولا يكسي كنت بدو كمركو قال دمنا تا كمر من نبي الله إبراهيم كفي عين نبي الله إبراهيم كم ولا يكسي نبي الله إبراهيم حلي إلا قول إبراهيم لأبيه لا استغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء أنت سكير عليه أنت كفر عين قرانك ووحدة متحدة متكاملة وحل شيء أو بصورة بس لا يخربوا بهي هذه لنا فردت في عفان الاحترام الله إنما أمر دكتور ولا يكسي نعو لمضى إن أضبوا نقول أن أضبوا سعونا كعاين عين كأماننا أمان كو تعلاوا تعلاوا كو نعان نعم قوان قطعان الله قادوا كو دين للدين دين مهناس مركي نبط مواقف الشرع لها لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا أمسوك يقول أولا يا لقد أقوم أحبا نسوك الحليم حد إلى دوني ومضويني ونكسناته وشيلك أسوك عياوب الباديو شيلك أسوك عياوب وإلا أترك يدي أبرانك وإلا أحلى أكي يا أبران وحكستان كواكي كاوا إلا أحلى وانا إلا أحلى قف سيدا قرآنك دوني وحوار كاية ويقض إذا وقرآنك قابك لو فهمه أي قد إذا وإلا أحلى قف قرآنك إلا نهي وقرآنك معنا المسلمين